السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. الـ A03S من سامسونج. هذا جهاز واحد من الأجهزة الاقتصادية شركة سامسونج، قدمته بسنة 2021 وأخذت سلسلة الـ A0. هذا وصلنا الـ A03S. هذا جهاز يمتلك شاشة مقاس 6.5 Full HD، لا HD Plus. هاي الشاشة من نوع IPS LCD. ليش؟ لأنه جهاز اقتصادي. الجهاز يجيك بنظام الأندرويد 11 رسمي مع واجهة سامسونج One UI 3.1 كور، مو لان جهاز اقتصادي. اما بالنسبة للمعالج، هذا الجهاز معالجة جدا مو مرغوب الكثير، لكن معالجة يعطيك اداء اعتيادي. المعالج من ميديتك الهيليو B35، الرام 4 جيجا مع ال 64، يعني هذا الجهاز ذاكرته 64 مع رام 4 جيجا، يعطيك اداء حلو بالنسبة للجهاز. ماكو طبقة حماية غوريلا جلاس على الجهاز. هذا الجهاز يمتلك، احنا قلنا، الذاكرة والرام. اما بالنسبة للكاميرات الخلفية، راح ينطيك 3 كاميرات او 3 عدسات بالخلف، 13 ميجا بكسل وعدسة 2 ميجا بكسل. الصور تعطيك صور اعتيادية مقبولة بالنسبة للكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية. اذا ردت من عندها فشي اقوى، ما راح تعطيك شيء اقوى، تعطيك شيء اعتيادي. كاميرات سامسونج حلوة مع السعر اللي تدفعه بهذا الجهاز. هذا الجهاز يصور لك الفول اتش دي بالنسبة لتصوير الفيديو. اما بالنسبه للبطاريه، هذا الجهاز يمتلك بطاريه 5000 ملي امبير وتدعم الشحن السريع ال 15 واط، لكن بالعلبه ايش تلقي؟ تلقي 7.8 واط، حتى مو 8 واط. يعني اذا تريد تدعم شحن سريع لازم تشتري لك شيء شاحنه 15 واط يلا تدعم الشحن السريع، لان هذا الجهاز USB Type-C. مصنعيه الجهاز انا اشوفه مصنعيته ما معتني به الشركه، من البلاستيك، والبلاستيك مبين يطقطق، انت من تدوسه هيك يطقطق، يعني مصنعيته ما معتني بها الشركه، ولا حتى الشاشه معتني بها الشركه. كسر جمع هذا الجهاز كله ما معتني بها الشركه، لكن اداءه حلو وسعره مو حلو. ليش؟ هذا الجهاز سعره $123 حجي بالسوق هسه حاليا هسه بالسوق $123. تشكها بالعراقي راح تطلع لك 183 او 180 عراقي. شوف ال 64 دائما سامسونج ال 64 من 200 وجوه، يعني ديدا سامسونج هذا. لكن انا كمستخدم اشتري جهاز بهذا المعالج بهاي الوضعيه 180,000؟ لا، اروح اشوف غير شركه، اروح اشوف هواي شركات، شركه شاومي، شركه ريلمي، شركه انفينكس قدم لي معالج اقوى من هذا المعالج، حتى لو بالمصنعيه، حتى لو بعض الاشياء انا راح اخسرها، لكن اي بي اس ال سي دي ما راح تخسر شاشه نفس الشاشه. المعالج اكو افضل من عنده معالج سامسونج، تعتمد على البراند مالتها، تعتمد على الاسم مالتها، ما تعتمد لك على شنو مواصفات الجهاز، تعتمد انه سامسونج، هذا صناعه سامسونج مو ابل، هذه تقليد ابل يولا. بالنتيجه هذا الجهاز واحد الاجهزه الاقتصاديه، اذا كنت تحب اجهزه سامسونج وقافل عليها، هذا الجهاز يكون خيار لك امثل. اذا تريد ذاكره 64 بسعر ما يقارب ال 183 الف عراقي. بشكل عام هذا الجهاز لو عندي الفلوس واريد مثل هذا الجهاز ما راح اشتري هذا الجهاز. يعني ما اشتري يا اخي، ما اشتري، اشوفه انا شيء مبالغ به. لو هذا الجهاز نزل سعره وصل 150,000 160,000، انا اقول لك هذا الجهاز يسوى سعره، يعني هذا الجهاز حد 30,000 25,000 زايد على سعره. هذا يسوى 150,000 160,000، اي صحيح يسوى، اما اغلى من هذا السعر لا ما يسوى. انا اقول لك لو دولارنا نازل شويه، سعر الدولار نازل عندنا، هذا الجهاز ما يقارب ال 160,000 يستاهل سعره، فوق من هذا السعر ما يستاهل. اذا انت كنت محب لهذه الاجهزه او تريد تقتني هذه الاجهزه اقتصاديه. تحياتي لكم، اكون مرتضى الجليحاوي وفي امان الله.